لا إله إلا الله 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 قوموا للهلال هذه ما هي حاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوموا للهلال هذه ما هي حاله لا إله إلا الله 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 بدل ما حداك حي القيلة والقالة بالهيلالة والهيلالة والهيلالة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بدل ما حداك حي القيلة والقالة بالهيلالة والهيلالة والهيلالة لا إله إلا الله 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 قوموا للهيلالة هذه ما هي حاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوموا للهلال هذه ما هي حاله لا إله إلا الله 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 تم كرلانا وفراد الهلال يا راسنا يا مال الذكر وتثلال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تم كرلانا وفراد الهلال يا راسنا يا مال الذكر وتثلال لا إله إلا الله 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 قوموا للهلال هذه ما هي حاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوموا للهلال هذه ما هي حاله لا إله إلا الله 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 واللي دارن الله يصلح دون الزل يذكر رب جل جلاله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أختي ما خلى ذكر اسم الجلالة لا إله إلا الله يا الرجالة مولاها يتحلى بأمور الرسالة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واللي دارن الله يصلح دون الزل يذكر رب جل جلاله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أختي ما خلى ذكر اسم الجلالة لا إله إلا الله يا الرجالة مولاها يتحلى بأمور الرسالة لا إله إلا الله 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 قوموا للهلال هذه ما هي
حاله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قوموا للهلال هذه ما هي حاله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. للكرم وللقوة وللكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إن كنت على الحق فثبتني عليه، وإن كنت على غيره فاهدني. بهذا الدعاء الذي كان يردده دائما شيخ الشيوخ والسلطان الأولياء الشيخ محمد الأغرف الجعفري الداودي الجعفري، تبدأ على بركة الله الندوة العلمية التي تنظمها الحضرة الشاذلية الغضبية في مقاطعة عد البقر بولاية الحوض الشرقي حول الطريقة الشاذلية الغضبية. وإليكم البرنامج. أولا آيات من الذكر الحكيم مع القارئ طالب بوية والبلة. ثانيا الكلمة الافتتاحية مع الشيخ دد والمفتاح الدين منسق الملتقى. ثالثا محاضرة يلقيها الدكتور يحيى للبراء بعنوان الطريقة الشاذلية الغضفية تاريخها وأعلامها. وسيعقب بحول الله على هذه المحاضرة الأستاذ محمد بن السيد الملقب بدنا. رابعا محاضرة يلقيها الأستاذ مولاي إسماعيل الجعفر وهي بعنوان التصوف السني، وسيكون الاختتام بعد ذلك إن شاء الله مع الأديب محمد الأمين البادي. أما الآن نعطي الميكروفون للقارئ فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وبلغ رسول الكريم. أما الآن فمع الكلمة الافتتاحية الشيخ دد المفتاح الدين منسق الملتقى فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهي لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام تعظيما لحضرة جناب نبيه الكريم وتفخيما لشأن شرف صفي حبيبه المصطفى المبعوث رحمة للعالمين والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه الكواكب الدرية ذوي المفاخر السنية والأقدار العلية. الحمد لله في كمال أفعاله جلت أسماؤه وتقدست صفاته وتعالت ذاته عن كل وهم وفهم وعن كل منقول ومعقول، فله الحمد كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، باسم مريد الطريقة القضفية وباسم منظم مرتقى الطريقة الشاذلية القضفية في مقاطعة عبد البقر، أرحب بهذا الجمع الكريم من أهل العلم والفضل والسؤدد، وأقول لهم جميعا حللتم أهلا ونزرتم سهلا، والشكر لكم أولا وآخرا على ما تحملتموه من عناء السفر والسهر تلبية لنداء هذا المرتقى. السادة المدعوون الكرام، وكل بجميله، كل بجميل اسمه واسمه. أيها السادة الكرام، أود بداية أن أتقدم بجميل الشكر والامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لما يوليه من أهمية بالغة لشؤون البلاد والعباد، ونخص منها بالذكر خدمته الجليلة لمجال العمل الإسلامي الذي يدخل هذا المرتقى ضمن سياقه. ولن أنسى هنا الإشادة بالأهمية والأولوية الواضحة التي أعطاها لهذه المنطقة في سياسته منذ الوهلة الأولى. والشكر موصول كذلك إلى السلطات المحلية في ولاية الحوض الشرقي ومقاطعة عبد البقر على جهودهم الكريمة التي قاموا بها من أجل تسهيل تنظيم هذا المرتقى، دون أن أنسى الإخوة والأخوات الذين كان لهم الفضل في إنجاح انعقاد أعمال هذا المرتقى فجزاهم الله كل خير. وكما تعلمون، كان من المقرر أن ينظم هذا المرتقى يوم 2 فبراير المنصرم، لكنه تم تأجيله لسبب الجائحة، وشاءت الأقدار أن يتزامن موعد انعقاده الآن مع الأحداث الأخيرة المؤلمة التي راح ضحيتها بعض المواطنين. ولكننا قررنا في هذه المرة أن لا نؤجل المرتقى كما فعلنا من قبل، وأردنا أن نجعل منه مناسبة مزدوجة للتأمين وللحديث عن الطريقة الغضبية وشيخها شيخنا محمد الأقوف والحمى الله والسالم الجعفري الداودي، من أجل
استلهام القيم الدينية والأخلاقية التي بثها بين مريديه لتكون نبراسة هدى للأجيال السادة. الحضور الكريم، إن التصوف وكما تعرفون جميعا هو منهج تزكية وتربية سليمة وطريق إرشاد وتعليم قويم. ولهذا فإننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى هذا المنهج وهذا الطريق لنسلك به سبيل العبادة، ونستعين بآدابه في اتباع شمائل أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والتصوف الذي نقصده هو التصوف الذي عرفه شيخنا الإمام عبد الله بن شيخنا الشيخ المحفوظ بن بيه في كتابه الطريقة الشاذلية الغوفية، الإرشاد والإمداد والجهاد، بقوله: التصوف هو صدق التوجه وهو الإحسان، والإحسان كمال لا حدود له، وتسام لا سقف له، فهو شعور بالحضور والشهود مقارنا للعباد. والتصوف دائما هو أمر مرهون باتباع الشريعة في مقصدها وسائلها، والتأسي بسيرة الصحابة الأجلاء أئمة الزهاد والعباد أهل الكرامة الباهرة والاستقامة الظاهرة. ومن مشكات هدي هذا التصوف القويم، تبدت قبل قرنين من الزمن أنوار الطريقة الشاذلية العضوية في هذه الربوع الكريمة من خلال منهج تزكوي قويم على يد شيخ الشيوخ وسلطان الأولياء شيخنا الشيخ محمد الأقضف اللحمان الله والسالم الجعفري الداودي. وقد كان رحمه الله كما قال عنه العلامة الطالب ببكر بن أحمد المصطفى المحجوب الولاتي في كتابه منهج الرب الغفور من الأولياء الكاملين وعباد الله الصالحين، أسس طريقة سنية مثل طريقة الجنيد والشبلي رحم الله الجميع، ونال الفتوح السنية ببركة صحبته ومحبته رضي الله عنه مريد الطريقة. فكان المعلم الأول، والأرومة التي طابت بطيبها الفروع التي انتشرت في الآفاق داخل موريتانيا وخارجها، والطريقة الغضبية يقوم منهجها في التربية على بذل الجهد في العبادات واجتناب المنهيات وتطهير القلب من الأخلاق السيئة وتحليته بالأخلاق الفاضلة والعكوف على الذكر والاستعانة بالله تعالى. وهو منهج وطريقة فريدة توصل المريد إلى تصفية روحه وتزكية نفسه وشفاء قلبه واكتساب الصدق والإخلاص سبيلا للوصول إلى معرفة الله تعالى وتحقيق الإحسان. وهو كما جاء في الحديث القدسي: أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتتميز هذه الطريقة في التربية والإرشاد بروحها
التسكوية الصادقة وفي الإعداد والإمداد بمنهجها المثمر في العلم والعمل والبناء، وفي التدافع بثباتها الصارم في الجهاد والمقاومة. أيها الإخوة الكرام، إننا وإن ننظم اليوم هذا المرتقى فإنما ذلك من أجل إحياء كل تلك القيم السمحة التي تميزت بها الطريقة الشاذلية الغضبية في التربية والإرشاد. وكلنا بحاجة إلى أن يؤوب إلى الله ويتحرر من ربقة الشهوات ويسلك طريق الخيرين في العبادة والزهد والتزكية. وفي الختام أرجو أن تساعد العروض التي ستقدم في هذا الملتقى بالتعريف بالطريقة الشاذلية الغضبية، وأعلن على بركة الله تعالى افتتاح أعمال مرتقانا المبارك مرتقى الطريقة الشاذلية الغضبية في مقاطعة عد البقر. والله ولي التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشيد مع الشيخ محمد فاضل المامين لزيارة سلطان الأولياء. يا ربنا بصاحب الضريح قطب الزمان لغضب النصيح، اقضي الحوائج ويسر أمرنا وافتح لنا وعافنا ونجنا. أما الآن فمع المحاضرة الأولى يلقيها الدكتور يحيى البراء بعنوان الطريقة الشاذلية الغضبية تاريخها وأعلامها، لتفضل. صلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، على آله وصحابته الهداة الميامين، وعلى من سار بسيرتهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فكامل صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من سار بسيرتهم واقتدى بهديهم. وبعد، فكامل الشكر للشيخ الدد والمفتاح الدين، ومن خلاله لأسرة أهل الشيخ محمد الأغضف، على تشريفي بالمشاركة في هذه التظاهرة المباركة والبالغة الأهمية لما تدور حوله من حديث عن أحد الأكابر من المتألهين أرباب القلوب أهل الله وخاصته، الذين أرج الزمان بعرفهم وتعطر، وانتبه الغافل لرؤيتهم وادكر، الذين أحيوا القلوب بأنفاسهم قبل أقوالهم وأحوالهم، وجلوا صدأ النفوس وصقلوها من الأغيار والرعونات فصارت ما بين مطمئنة وكاملة. فبذكرهم تتنزل الرحمات، وبسرد حكاياتهم تستمطر المنح والهبات. نسأل الله الذي له عموم الاختيار والاقتدار في هذه الدار وفي تلك الدار أن لا يحرمنا من رشاش فضلهم، وأن يجعلنا من الذين كتبت لهم السعادة ولاحظتهم العناية فربطتهم، وهذه الطائفة علقة ومعية، وخلصت النية حتى يكون عملنا خدمة لجنابهم. كما أهنئ أعضاء تنظيم هذا اللقاء رغم العوارض
والانشغالات على هذا الجهد المشكور والسعي المحمود الذي فيه بر بالآباء وتعظيم جانب الأولياء بإحياء ذكرهم وبيان سيرهم وأخبارهم، وبذلك تنال بركاتهم وينتفع بهم في هذا الزمن الذي اختلط فيه نابل الدخن والغبش في الدين بحابله حتى غم الأمر وأشكل على الكثيرين. وأرجو أن يكون هذا اللقاء توطئة لسلسلة من اللقاءات تعمق هذا الموضوع بحثا وتحريرا وتتبعا واستخلاصا. ولكي يتنزل حديثنا عن الطريقة الشاذلية الغضفية في سياقه المعرفي والتاريخي، لا بد من التعريج وإن بشكل خاطف على مكانة التصوف في الإسلام ومساره عبر حقبه الزمنية، وذلك باعتبار التصوف الشعبة الثالثة من مجموع الدين القائم على تهذيب النفس وتزكيتها وإتقان العمل والإخلاص فيه، فيكون بذلك مرادفا لمقام الإحسان الذي جاء ذكره في حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان الدين حسب حده هو مجموع شعب الإيمان والإسلام والإحسان كما في الحديث الذي أسلفنا ذكره، فإن شعبته الثالثة شعبة الإحسان هي كماله وذروة سنامه، لأنها الجهاد الأكبر كما ورد في حديث آخر. وإذا كان التصوف سلوكا وعملا قد رافق الإسلام منذ بروزه، فإن ظهوره في شكل جماعي الذي سيكون فيما بعد تصوفا طرقيا جاء وليد الفترة التي بدأ فيها النزوع نحو الدعة والاسترخاء يطغى على حياة المسلمين، فهو محاولة لإعادة صرح الدين بعد أن ذل عرشه وبدأت عوامل الوهن تطاله من خلال السلطان الذي تغير شكله ومسلكه فازداد زاوية انحرافه على المستوى السياسي والتسييري، ومن خلال الرعية أيضا التي تكاثرت عليها النعماء والوفرة إثر الفتوحات المضفرة، فانتشرت فيها مظاهر التحلل الأخلاقي المصاحبة لموجات الرخاء والترف والانغماس في ملذات الحياة. ويتوخى مشايخ التصوف من وراء هذه الأطر التنظيمية الجماعية المعروفة بالحضارات خلق جو مثالي يساعد على تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى، لا بواسطة الدليل والبرهان بل بالترقي إلى مستوى الكشف والعيان. ولهذا يعتمدون على جملة من المبادئ من الاستقامة واستدامة الذكر والفكر والابتعاد عن مخالطة الناس. ويرى أصحاب هذا العمل السلوكي أنه كما تنتقل أسرار مستوى الإيمان بالتلقين والاستماع من فكر إلى فكر، وتنتقل أسرار مستوى الإسلام بالعمل والاتباع من سلوك إلى سلوك، فإن أسرار مقام الإحسان تنتقل بالمحبة والتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وورثته من أمته من قلب إلى قلب. ولذا فإن تغييب الممارسة الصوفية في مسلكيات المسلمين ما هو إلا تحييد لقناة التواصل الحق، وهو ما يؤدي إلى تأسيس إسلام مبتور يتهدد صاحبه الشك والريب عند عروض أدنى شبهة، وينتابه اليأس وسوء الظن بالله عند كل ابتلاء، إسلام فاقد للبعد الروحي
الذي يرتفع به الإنسان من درجة الحيوانية إلى الترقي زلفى في الكمالات. ويمثل القرن السادس الهجري البداية الفعلية لقيام الطرق الصوفية المنظمة على شكل الشيخ والمريد والحضارات والأوراد، وانطلاقتها الأولى نحو الانتشار والتمدد. فظهرت الطريقة القادرية المنسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم الطريقة الشاذلية المنسوبة للشيخ أبي الحسن الشاذلي، ثم الطريقة الرفاعية المنسوبة لأبي العباس أحمد الحسين الرفاعي، ثم الطريقة النقشبندية المنسوبة إلى الشيخ محمد بهاء الدين البخاري النقشبندي، ثم الطريقة التجانية التي ظهرت مع الشيخ سيدي أحمد التجاني. وتختلف المنافذ التي دخلت منها الطرق الصوفية لمنطقتنا هذه التي هي غرب وجنوب غرب الصحراء الكبرى، فإذا كان بعضها ورد من ناحية توات ووادي درعة وفاس ومصر، أي من جهة الشمال حيث حواضر الإسلام المعروفة، فإن بعضها الآخر جاء من بلاد السودان من بورنو وكانم وفوتات جلو، كما أن بعضها ولد في هذه المنطقة وقام بها على ساقيه وغذته تلاوين الحياة فيها بخصوصياتها الثقافية المميزة. وأكثر الطرق الصوفية التي دخلت هذه المنطقة انتشارا لما أخذ بها الناس ولما عمت من الجهات هي الطريقة الشاذلية والقادرية والتجانية، وإن اختلفت هذه الطرق الثلاث في شكل انتشارها وفي طبيعة ممارساتها وفي ترتيب أولوياتها. فكانت الطريقة القادرية أول ما دخل البلاد في القرن العاشر الهجري بفرعيها الكنتي والفاضلي، وربما تكون الطريقة الشاذلية بفرعها الغضفي والسجلماسي قد زامنتها أو جاءت عنها متأخرة قليلا. ثم جاءت الطريقة النقشبندية والخضرية، ثم الطريقة الصديقية، ثم الطريقة التجانية بفرعها الحافظي الحموي، ثم الطريقة المريدية. أما الطريقة الشاذلية التي هي موضوع هذا الاجتماع فهي منسوبة إلى مؤسسها الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الجبار الشاذلي المتوفى سنة 656 للهجرة، وهو أحد أعيان علماء وأولياء بلاد المغرب. قال عنه ابن عباد: كان من القلة الذين جمعوا بين العلم والحال والهمة والمقال. وكانت طريقته كما يقول ابن عباد أيضا من تلك التي تياسرت عن صحو يفضي إلى الحجاب وتياملت عن سكر يؤدي إلى سوء الأدب. وتعتبر مؤلفات مدرسة الشاذلي من أهم متون التصوف السني، خاصة فيما يتعلق بفقه القلوب، فأغلب مؤلفات هذا العلم كانت من إنتاج متصوفة شاذليين ككتاب الحكم لأحمد بن محمد بن عطاء الله الجذامي المالكي، وكتاب قواعد التصوف، وكتاب النصيحة الكافية لأحمد زروق، وشروح الحكم لكل من محمد فتحة بن عباد والشيخ زروق وابن عجيبة. وكذلك الحال بالنسبة لتوجهات الشاذلية وادعيتها، فقد ظلت هي الأخرى معتمدا موثوقا عند أصحاب التصوف والدين بشتى مشاربهم. فانتشرت الصلاة المشيشية، وانتشرت أحزاب الشاذلي، حزب البحري، حزب الحجبي، حزب الحمدي، حزب التوسلي، حزب البري، حزب الآيات، حزب الاستعادة، انتشرت بين الناس وكثر استساخها وتداولها. ولقد ازداد قدم الشاذلية رسوخا، وخاصة في منطقتنا غرب وجنوب غرب الصحراء الكبرى مع أبي العباس أحمد زروق شارح أحزاب الشاذلية وحكمة بن عطاء الله، ثم نشرها من بعده محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن ناصر الدرعي التمقروتي المتوفى بدرعة سنة 1085 للهجرة، الذي يعد من أبرز الشخصيات العلمية في زمنه ويعتبر مجدد الطريقة الشاذلية ومربي العلماء والفقهاء. فالزاوية الناصرية
تعرف بأنها إحدى الزوايا الشاذلية الثلاث المشهورة في القرن العاشر الهجري، فقد مثلت إضافة إلى الزاوية الدلائية والزاوية الفاسية أهم مراكز تربية وتعليم لسكان المغرب الأقصى ومنطقة غربي وجنوب غرب الصحراء، غير أن الزاوية الناصرية اشتهرت من بين أختيها بوظيفتها الاجتماعية، فضلا عن كونها مركز إشعاع علمي تشد إليه الرحال، فكثر أتباعها وأخذ نفوذها يتسع ليعم مختلف الجهات، وذلك بفضل نشاط دعاتها الذين دأب شيوخ تمقروط على بعثهم في شتى المناطق ليؤسسوا زوايا ويعملوا على نشر هذه الطريقة. ولم تأخذ الطريقة الشاذلية الناصرية زخمها الحقيقية في مجموعة ساكنة غربي وجنوب غرب الصحراء إلا في القرن الحادي عشر الهجري، خاصة مع الشيخين سيدي أحمد بن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي الذي يعد وريث والده وخليفته في زاويته، ثم من بعده مع الشيخ سيدي أحمد الحبيب السجلماسي الفلالي المعروف بعالمية قطب السجلماسة. ففي عهد هذين الشيخين تعمقت تعاليم هذه الطريقة بين سكان منطقتنا، وازداد الآخذون بها زيادة لافتة للانتباه. ومن الطريقة الشاذلية الناصرية عفواً جاءت الطريقة القطبية، فكان الشيخ محمد الأغلف يربي مريديه على ورد الطريقة الشاذلية الناصرية الذي أضاف إليه إضافات من القادرية وغيرها. والشيخ محمد الأغلف بن حماد الله بن السالم يعتبر من أكثر مشايخ زمنه ظهورا وتميزا، فقد كان كما وصفه بول مارتي شخصا شيخا صوفيا من الطراز الأول تفوق كراماته الحصر، وكان يلقب بالسلطان. ووصفه طالب بكر بأنه كان من أولياء الله الكاملين وعباده الصالحين العابدين. كان الشيخ محمد الأغلف مجليا في مقامات التصوف، مبالغا في الزهد، محبا للخمول والخفاء. وصفه السيد أحمد بن اسمه فقال: يقال إن شيخ المشايخ في الظاهر هو الشيخ سيد مختار الكنتي، والشيخ المشايخ في الباطن هو الشيخ محمد الأغلف الدودي. وقال محمد زين العابدين: كفى من التفتيش ما قد وكفى، فالشيخ مجبول على حب الخفاء. لهذا اتسمت الطريقة الغضفية بمسحة خاصة من أهم مظاهرها، المبالغة في الزهد والتجرد والميل إلى الخمول والمحاء والتركيز على العمل وخدمة الناس، والنفور من ذكر الكرامات والتحدث عنها، كما انطبعت بطابع من السرية أثار انتباه بعض الكتاب الذين اهتموا بها في بداية القرن الماضي. لقد تم للشيخ محمد الأغلف الوصول بالجذب الإلهي لا بالسلوك على يد شيخ، بعد مرحلة من السياحة دامت عدة سنوات، وحين بلغ من العمر 35 سنة كشف الله تعالى للشريف زين العابدين بن السيدي عبد الله المغربي الفاسي أولي قلادي وهو في بلاده عن أمره، وبأنه سيكون وصوله إلى مقام العارفين على يده، فسافر إليه من بلاده البعيدة ونزل عنده في كوش، وبعد أن لقنه الطرق الموصلة إلى حضرة القدس أقام معه ما شاء الله، ثم رجع إلى بلاده. وتشير هذه العبارة إلى أن هذا الشيخ الفاسي أو القلادي قد أذن للشيخ محمد الأغلف في كل الطرق والأوراد، وليس في ورد طريقة معينة كما يبدو من ظاهر اللفظ. وربما يفسر هذا ما يذكر عن هذه الطريقة من تميز وخصوصية جعلها تصنف تارة طريقة مستقلة، وتارة طريقة شاذلية، وتارة جامعة بين الشاذلية والقادرية بل والتجانية. ولعل ذلك ما يفسر تعريف الشيخ الغزواني نفسه بأنه شاذلي قادري تجاني. وقد أطلق على هذا الشريف الفاسي والقلادي الذي جاء إلى الشيخ محمد الأغلف لقب شيخ الأشياخ، مما يجمع المغرب والحوضة،
وبالرغم من انعدام أي معلومات عن هذا الشيخ الفاسي والقلادي، فيبدو من خلال بعض الأسانيد أنه قد أخذ الشاذلية مباشرة عن الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي. لما بلغ الشيخ محمد الأغلف 40 سنة، رشع إليه الشيخ زين العابدين كرة أخرى اشتياقا إليه وإعجابا به، ولكنه ما لبث حتى وافاه الأجل عند مكان من أرض كوش يدعى كنيب، ويبدو أنه كان في ذلك التاريخ مكان قطن الشيخ محمد الأغلف فدفن هنالك. واعتمادا على هذه المعلومات يمكن أن يحدد تاريخ وفاة الشيخ زين العابدين هذا بالسنة 1168 للهجرة. عندما بلغ الشيخ محمد الأغلف سن 40، جلس للتربية والإرشاد بعد أن نادته هواتف الحق وحالته خوارق العوائد، وأسدل الظهور عليه أستار الخفاي واستكان تحت ظلال الخمول والفناء، فعرف إقبالا منقطع النظير من الناس، حتى يذكر البعض أنه كان أول من تسمى بالشيخ في تلك البلاد، وتوارد عليه عدد كثير من المريدين جماعات وأفذاذا من شتى بلاد الحوض وما جاورها، وإن كانت حضرته قد تأسست في قبيلة أولاد محمد بالذات. وقد ذكر الشيخ بن علي بن مينمو أن طائفة من علماء المغرب أنكروا على الشيخ محمد الأغلف وسافروا نحوه من تلك البلاد لمناقشته وللوقوف على تحقيق سيره، فناظروه في علوم الشريعة أولا في أصولها وفروعها، ثم في علم السلوك التصوف والكلام، فسلموا له وعادوا إلى بلادهم مقتنعين راضين بديانته وعبادته، وشهدوا أنه كان كاملا في الظاهر والباطن. أما مريدوه فبالإضافة إلى أبنائه الذين بدورهم كانوا مشايخ مشهورين كالشيخ سيدي صالح الذي يعتبر المؤسسة الفعلية لمجموعة أهل الشيخ محمد الأغلف والقائمة بشؤونها في أيام والده وخليفته على المستوى الروحي، والشيخ سيدي أحمد زروق الذي خلف أخاه سيدي صالح وإخوتهم بن علي والطالب محمد ولجيب وابو الحسن والطالب يوسف وغيرهم، فقد كان له تلامذة آخرون من غير محيطه كثيرون. فمن أول مريديه هؤلاء من غير أبنائه السابقين لصحبته طالبنا محمد بن فادو، فمن أول مريديه هؤلاء من غير أبنائه السابقين لصحبته طالبنا محمد بن فادو الجعفري الداودي الذي يعتبر من السابقين لصحبته والمتصدرين عليه. واستسمح بالمناسبة على الخطأ حفدته على الخطأ الذي صدر مني في نسبته إلى غير ذويه، والذي كان مرده إلى المصدر الذي اعتمدت عليه. ومحمد بن فادو هذا وصفه الشيخ غالي واللافة بأنه صنم الشيخ محمد الأغلف، فقال: وهو صنم الشيخ حذو النعل بالنعل، والصنم هو الشبيه الذي يطابق المشبه به في أوصافه وأحواله. ووصفه الشيخ بن علي بقوله: الولي التقي المكاشف العابد الزاهد العارف بالله. ومن مريديه الكبار الشيخ المختار بن الطالب عمر بن نوح، وكانت له القدم في الراسخين والقدح المعلى في السابقين، وقد صاحب الشيخ المختار بالملازمة 24 عاما أولا ثم 16 عاما ثانيا. ولما أراد الشيخ محمد الأغلف تسريح الشيخ المختار قاله: إني جعلت لك إليك قلادة الفحل على من أبى أو من أحب، وهذا إشارة إلى إنهاء الطريقة إليه، وهو الذي تولى غسل شيخه وتكفينه والصلاة عليه عفوا. وممن صاحبه الشيخ محمد الأمين بن الطالب عبد الوهاب الذي يعتبر من أكابر العلماء من أوعية العلم وأشياخه الراسخين، ومن بالغ حرصه على التعلم
ما يذكر أنه رغم علو كعبه في العلم ورسوخ قدمه فيه لما كشف الله له عن أجله وأنه لم يبقى من عمره إلا سنة أخذ لوحه ومحض وقته للتعلم والتعليم والتدريس، وقد أسس محضرة كبيرة وكان له تلامذة مشهورون منهم الشيخ محمد فاضل المامين ومنهم عبد الملك بن نفاع بن طالب أحمد العلوشي ومنهم أحمد الصغير بن أحمد الله التشيتي ومنهم مبكر بن بشير الغلاوي، وله أيضا مؤلفات مشهورة متداولة بين الناس منها التلخيص المفيد على رسالة ابن أبي زيد. ومن صاحبه أيضا الشيخ سيد محمد بن أحمد الأسود، وينتهي هذا الرجل إلى الجد المؤسس للأسرة وهو الشريف مولاي أحمد المسمى أحمد الأسود بن محمد عبد الله بن مولاي عمر. وقد قدم الشيخ سيد محمد على الشيخ محمد الله بعد انتصابه للتزكية فتجرد وأخذ في السلوك على يديه، ولما تمت له 10 سنين من الخدمة وقيل تم له ضعف ذلك أذن له في الرجوع لأنه أشار إليه بأنه قد أصبح متصدرا في الطريقة، فأسس حضرة كبيرة كان لها إشاع متسع. كما صاحبه أيضا الحاج الكوري، وقد وصفه الشيخ بن علي بأنه الولي الصالح المكاشف القائم بأمور شيخه صاحب الكرامات العجيبة. وكذلك صاحبه الشيخ طالب أبو بكر وصدره ويقال إنه ضمن له الصلاح وكثرة المال. ومن صاحبه أيضا سيدي إبراهيم بن الحاج بن بوردة الذي نعته الشيخ بن علي بقوله السيد المكاشف إلف الوحوش قائم الليل، وذكر أنه هو صاحب الأسد الذي أتى به يقوده حين أمره شيخه بالذهاب لطلبه لكي يسافر عليه تلميذه ومريده الشيخ المختار. وقد صحبه آخرون كثيرون أغلبهم لم نجد عنهم أخبارا تمكن من الحديث عنهم، ونرجو أن يكون هذا الاجتماع مناسبة لانطلاقة فعلية للبحث عنهم وعن تراثهم وآثارهم ولتقصي المعلومات المتعلقة بهم علما وسلوكا وحالا، من أجل أن تكتمل عندنا صورة غير مجتزئة ولا مغلوطة للطريقة الشارية الغصبة، خاصة في مرحلتها الأولى التي كانت هذه المنطقة مهادها ومنطلقها. وفي الختام، فهذه الفترة التي تكلمنا عنها هنا هي الحقبة الأولى من حقب تشكل الطريقة الشارية الغصبية وامتدادها في الزمان والمكان، وهي فترة كانت خلالها شبه منحصرة في الحوض وأرجائه، وهنالك حقب ثلاث أخرى جاءت استتباعا لهذه الحقبة كان لها دور بارز في بناء المشهد العام للطريقة، منها حقبة الشيخ الناقل للطريقة وموصلها المأذون الشيخ المختار بن طالب عمار بن نوح. ويبدو أن الطريقة حصلت في أيامه في منطقة تقانت وإجزاء من الرقيبة، ثم حقبة الشيوخ المعمقين مرسي التعاليم الناشرين الفعليين الشيخ سيد أحمد بن عمار بن الناه وخليفته وابنه الشيخ محمد حمود الخلف وخليفتي هذا الأخير بنيه الشيخ سيد أحمد الغزواني والشيخ محمد أحمد. وقد شهدت الطريقة الغزوية في أيامهم انتشارا فكثر مريدها وخاصة منها البلاد أدرار ورقيبة وتقانت. ثم أخيرا جاءت حقبة الشيخ علي واللافة التي أرجع فيها هذه الطريقة الغضفية إلى مهدها في الحوض ونشرها بين سكانه، وسار بها مريدوه إلى خارج البلد فصار لها وجود وصدا في السودان وتشاد والحجاز وليبيا والأردن وتركيا، غير أنه سجاما مع العنوان سنتوقف عند هذه الحقبة الأولى التي هي الحقبة التأسيسي. والسلام عليكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للدكتور يحيى البراء مؤلف موسوعة الفتاوى في جنوب الصحراء ومحقق ديوان الشيخ سعد بوه الشيخ محمد فاضل وغير ذلك من المتون المفيدة. بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الزمان والمكان يقتضيان منا أن نبدأ أولا بالترحم على أرواح الشهداء من أبنائنا من ضحايا الاعتداءات المرتكبة مؤخرا في حق جاليتنا من قبل جيرانهم الأقربين. ندعو لهؤلاء بالدعاء المذهور: اللهم أنت ربهم، وأنت خلقتهم، وأنت رزقتهم، وأنت هديتهم للإسلام، وأنت قبضت أرواحهم، وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، جئنا شفعاء لهم فاغفر لهم ذنبهم. إن حركة الزمان وبركة المكان يقتضيان منا كذلك، ونحن على بعد 43 كيلومتر من مبروك حيث دروح الشيخ محمد الغضافي الجعفري الداودي مؤسس الطريقة الشاذلية الغوفية، وعلى مسافة 50 كيلومتر من الحضرة الحموية التيجانية في النوارة، وعلى مسافة لا تقل عددا ولا مددا من منطقة زواد مأوى الطريقة القادرية المختارية. يقتضيان منا إذن أن نستلهم من هذا الترابط الروحي الوثيق الذي نسجت خيوطه مختلف الطرق الصوفية بإحكام وانسجام بين مختلف الشعوب في المنطقة الحدودية، قوة على تجاوز الأحداث العابرة وثقة بالعبور إلى مستقبل أفضل. إن حركة الزمان وبركة المكان يقتضيان منا فضلا عن كل ما سبق، ونحن دائما في منطقة الحوض الشرقي ملتقى الطرق بين مختلف الطرق على مرمى سهم من ولاته، حيث دروح الشيخ سيد أحمد البكاي الكنتي ودار السلامة حيث مذوى الشيخ محمد فاضل المامين، ولكننا أيضا على حافة منطقة الخطر في الساحل وجنوب الصحراء. أن نجعل من سيرة جميع هؤلاء الأئمة الأعلام أسوة حسنة ومثالا يحتذى، وبذلك نستجيب للدعوة المرتفعة الآن من كل مكان إلى تجديد علم التصوف الصحيح كصمام أمان للأجيال الصاعدة من كافة ألوان التطرف والانحراف. وكما يقول بعض العارفين: إن ذلك التجديد يكون بإيضاح فضائله وتفصيل مسائله ووضعه في صحيح إطاره وإظهار ما أرسق به مما ليس داخلا في حقيقته ولا موافقا لطريقته، فبذلك تحيا القلوب وتشرق الأرواح، وفي ذلك حياة الدين، لأنه إحياء لعلوم الدين. وهذا التجديد المنشود يبدأ بإزالة الجفوة بين الفقه والتصوف، فهما صنوان وشقيقان في الدلالة على أحكام الله تعالى وحقوقه، على حد عبارة سيدي أحمد زروق انتهى الاستشهاد. ويحضرني في هذا المقام قول ابن خلدون موريتانيا المختار الحامدون: لا بد من طريقة التصوف لأنها من واجب المكلف، لكن من واجبه الحقيقي إماطة الأذى عن الطريق. بودي أن أتابع من حيث انتهى دكتور يحيى البراء، فأتكلم عن عودة الطريقة الغوفية من آدرار إلى الحوض على يد عالي واللاف، وما بثه في قلوب الرجال من القرآن بمختلف القراءات، وأن أتكلم عن مريديه من أمثال الشيخ محمد أحمد والبي والشيخ الزيني، وأن أتكلم عن تلاميذ الشيخ أحمد أمين والزيني، وأتتبع طريقه انطلاقا من كوش هنا على ظهور الجمال هو ومريدوه الذين قيل إن عددهم بلغ 600، مرورا بليبيا وبفلسطين وبسوريا وبالأردن، وانتهاءا بتركيا، حيث لا يزالون هنالك، بل لا يزال هنالك أحفاده ومريدوه يبثون الطريقة. ومن أكثر من أخذ عليهم الوردة هنالك
الجزائريون والأتراك وبعض من المواطنين من المغرب العربي. بودي أن أتكلم كذلك عن الحضارات الأخرى التي نشأت على أيدي تلاميذ الشيخ علي اللافة. والشيخ علي اللافة هذا آية من آيات الله. الوقت يقتضي أن نتوقف عند هذا الحد، فلعل في الندوات اللاحقة إن شاء الله يكون إكمال ما تم الاقتصار عليه اليوم من الكلام عن هذه الطريقة وأعلامها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على هذا التنظيم وهذا المفتقى. تنظيم هذا الملتقى المبارك الصوفي، وخاصة حفدة شيخ الأشياخ الشيخ محمد الأغلف بن حمار الله والسالم، وخص منهم أبناء الشيخ سيدي صالح والشيخ نجيبة والشيخ سيد أحمد والشيخ بن علي والشيخ طالب والشيخ بالأحسن بن حسن والشيخ طالب محمد وجميع أحبابهم ومن تعلق بهم. نعم. وأشكر الدكتور يحيى بن براء لأنه أعطى الموضوع ما يريد، أعطى الموضوع حقه من التفصيل والتدقيق والتحقيق، فجزاه الله خيرا عن ذلك. ولم يبق لي إلا أن أشيد فقط بكلام الأخ بدن أيضا الذي عقب تعقيبا ذهب بنا إلى دعاء وترحم على أرواح هؤلاء الشهداء، راجين من العلي القدير أن يتغمدهم برضوانه وأن يدخلهم فسيح جنانه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الأخوة الكرام، أعتذر مسبقا على هذه العجالة التي سأتناول فيها باقتضاب لمسائل تتعلق بالتصوف السني وآدابه. إن التصوف دون الدخول في تعاريفه الكثيرة يدور مقصده حول مرتبة الإحسان من ديننا الحنيف، وقد جاء في الحديث الشريف أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو في المرتبة العليا بعد الإيمان والإسلام. وهذه المراتب الثلاث متكاملة لتعكس حقيقة الدين الإسلامي التي تربط العبد بخالقه وفق مقتضيات الكتاب والسنة. وبعبارة أخرى، وكما قال العلامة الشيخ عبد الله بن أبي شارحا المراتب الثلاثة، الإسلام هو الضابط للسلوك الظاهر، والموجه لأعمال الجوارح، والإيمان هو المصحح للمعتقد والباحث على العمل الموجب للتسليم والانقياد، والإحسان هو النافذ في الأعمال روحها والمزكي للمقاصد والغايات. إذن أيها الإخوة الكرام، إنما يميز التصوف السني الصحيح هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه. فالتصوف عند كل المحققين من أصحابه مقيد بالكتاب والسنة، وما خالف ذلك فباطل. وقد قال العارف بالله الجنيد، الجنيد يقول ابن كثير في كتابه بداية ونهاية أنه أبو القاسم الجنيد
بن محمد بن الجنيد النهاوندي نشأ وتوفي ببغداد سنة 298 هجرية. المهم يقول علمنا هذا، أي الجنيد، علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ومن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد نقل عبد الرحمن أبو سليمان الداراني بكلاما يقول فيه: إني تمر بي نكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن الداراني ومع الفضيل بن عياض ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر الجيلاني من الذين زكى نهجهم الشيخ ابن تيمية. على هذه المحاضرة القيمة، وقبل أن نختتم هذه الندوة نشير إلى أن أعمال هذه الندوة العلمية ستطبع إن شاء الله وستنشر على شكل كتاب. والآن سنختتم مع الأديب، مع مشاركة أدبية، نختتم بمشاركة أدبية مع الشاعر محمد الأمين والبادي، فليتفضل. اسمي شاعر من مقاطعة عبد البقرو، مولود هون في بوب زيريدة، والدي شاعر هذه المقاطعة والبليدة بادي والعبيدي عليه رحمة الله. قصيدة من الأدب الحساني لشيخنا الشيخ محمد الأغلف لحمه الله والسالم، من بتي قال له مريميدة، قال: مجموع لولية تعرف في الظاهرة والسرية، عن شيخ محمد الأغلف في يديه قبضة لولية، ولقطقط في زمان وشفاه مدار المانو، ولقط هدو بيمانو محارف أمر السرية، والأغطاب قعدت في زمانه وروات منه كلية، وقراد دينه وأحسانه وأعطاتهم الهدية، ومجموع لولية تعرف في الظاهرة والسرية، عن شيخ محمد الأغلف في يديه قبضة لولية. والدين هو مصدار وللجاه من حد داره، ولقط داره زواره ولجاه عنده رجوية، مراه ذاك اللي داره من عند مول عطية، وأخبار للدين أخباره ومعاه سنة نبية، ولقط عينيه حمار ويكون فيه وذهية، يا الناس الأخبار اختاروا لطريق ذلك القضفية، ومجموع لولية تعرف الظاهرة والسرية، عن شيخ محمد الأغلف في يديه قبضة لولية. والناس جات بعجالة للشيخ ما تعرف قاله، ومشات منه تتلالة، الأنوار فيه مقدية، والدين فيه بكمالة، والقلوم منه مملية، ونسات ذكر جهالة وبرات من نية نية، ومجموع لولية تعرف الظاهرة والسرية، عن شيخ محمد الأغلف في يديه قبضة لولية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم. أما الآن فمع كلمة الختام الشيخ ددة محمد مفتاح الدين منسق الملتقى، فليتفضل. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا، صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة بعثة سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبارك وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار. وبعد، لقد من الله علينا أن اجتمعنا في هذا الملتقى الديني الصوفي المبارك، وكان فرصة للتذاكر حول معاني شريعتنا السمحاء وأخلاق ديننا الحنيف، كما كان فرصة للتعليم من سيرة وأخبار وسلوك شيخ الشيوخ شيخنا محمد الأغلف
بنو حمالة بنو سالم الجعفري الداودي ومريديه شيوخ طريقتنا الشاعرية الوظفية وتدبر مناقبهم رحمهم الله جميعا. وأشكر كل الشكر جميع من شارك من بعيد أو من قريب في هذا الجهد المبارك، وأخص بذكر السادة الأساتذة المحاضرين كل بجميل اسمه واسمه، ثم جميع الإخوة الذين شرفونا بالحضور من مناطق مختلفة. وأشكر كل الشكر بشكل خاص الإخوة الذين أشرفوا على التنظيم الناجح لهذا الملتقى على جهودهم الجبارة والمقدرة، كما أشكر بصفة خاصة أهلنا أولاد محمد. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياهم بما حفظ به ذكره، وينصرنا وإياهم بما نصر به رسله، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويصلح لنا آخرتنا ودنيانا، وأن يكون هذا الجمع جمعا مغفورا له وتفرقا معصوما، وأن يصلح أمورنا ما أهرب منها من بطن، وأن يخوي بنواصينا إلى الحق وبما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة. وفي الأخير أعلن عن بركة الله اختتام أعمال الدورة الأولى من ملتقى الطريقة الشاذلية الوظفية في مقاطعة عبد البقر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أمه؟ من أمه؟ من أمه؟ أمه خال أعرف؟ الله أعرف، 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 أ